مساء الخير عليكم في يوم جديد وحلقة جديدة من طبقنا. إن شاء الله هنكون معاكم من واحدة لاثنين، مستنين طبعا تليفوناتكم واستفساراتكم على أرقام التليفون قدامكم على الشاشة. كلمونا طول الحلقة وسألونا على أي حاجة حابين إن احنا نجاوب عليها. النهاردة هنعمل فصيلة بالفراخ بطريقة سهلة جدا، وصفة مغربية وحلوة وناس كتير جدا يعني ما تعرفش عنها قوي حاجة. تعالوا نشوفها بطريقة مبسطة جدا وسهلة، تعالوا نشوف مقاديرها ونشتغل فيها مع بعض. عندي جلاش وعندي فرخة متقطعة 8 على 4 على حسب ما انتوا عايزين، او ممكن فراخ مخلية لو حابين، وعندي بصل مفروم، وعندي كمان لوز وملح وفلفل وجنزبيل وكزبرة مفرومة وبقدونس مفروم وزيت، وعندي كمان 6 بيضات ومعلقتين من السكر البودرة ومعلقتين من القرفة. عايزة شوية كركم كمان هني على الستك. أقول تاني المقادير، عندي جلاش وعندي فراخ متقطعة 8 أو 4 على حسب انتوا حابين، وعندي كمان بصل متقطع جوليان ولوز وملح وفلفل وجنزبيل وكزبرة مفرومة وبقدونس مفروم وزيت وست بيضات ومعلقتين من السكر، وعندي كمان معلقتين كبار من القرفة. تمام، تعالوا كده ايه نشوف هنعمل ايه. أول حاجة عندي الفراخ هحطها في طاسه كده او صينيه اكون مسخناها، احط شويه زيت حلوين يعني حبه زيت كده كويسين، واسيب الزيت يسخن وابدا ان انا احط الفراخ وابدا ان انا احط عليها بقيه الحاجه. دي اول خطوه اهو كده بالشكل ده، هي ميكس كده لطيف قوي، حادقه بس في نفس الوقت فيها تسكيره كده بسيطه كده زي الحاجات اللي احنا يعني بتبقى ميكس ما بين الاثنين. يبقى هنبدا نجيب الفراخ كده، وهبدا ان انا ايه اقليها كده في الزيت بالشكل ده. هجيب الجنزبيل والكركم والفلفل وملح، وهبدا اجيب البصل. تمام، بعد ما اقلبها كده تقليبه اهو، نقلب كده شويه وبعدين نحط البصل. ملك صباح الفل، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله دايما يا رب. انت عامله ايه؟ كله زي الفل والله. انت عامله ايه يا حبيبتي؟ على عمي حسين وسلامي كل اللي متكلمه، بحب اكلمك عشان انت بتطبخي اكل حالي. الايه يا حبيبتي؟ بحب اكلمك عشان انت بتطبخي اكل حالي. حبيبتي الله يخليكي، تسلمي لي، شكرا يا حبيبتي، وكل حاجه فيكي حلوه يا اسماء. الله يخليكي، تسلمي لي يا ملوكه، شكرا يا حبيبتي. جميل على عمي حسين. حاضر حاضر، سامعك اهو. ماشي يا حبيبتي، شكرا. بصوا بقى اهو الفراخ هبدا ان انا اشوحها بالشكل ده من كل الجوانب اهو، وابدا احط معاها شويه بصل جوليان كده بالشكل ده واقلب كده، شوح كده كله مع بعض. نبين صباح الفل، انا بحبك قوي. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله دايما يا رب. انا عايزه اعرف عمل طريقه الكيكه على البوتاجاز. حاضر، الكيك العادي؟ اه على البوتاجاز. حاضر وعمل طريقه الاجنحه اللي في الفرن. حاضر، عينيا يا حبيبتي. حاضر، ماشي يا حبيبتي، شكرا يا حبيبتي، تسلميلي. اجنحه اللي في الفرن والكيك العادي هجاوب عليكي. حاضر، هحط بقى شويه من الكزبره شويه من البقدونس، وهبدا ايه اشوح كل ده كده مع بعض. انا في المرحله دي عايز اسوي الفراخ، فهديها تشويحه وبعدين هبدا ان انا ازود لها شويه ميه واسيب الفراخ تستوي خالص. تمام اهو، حابين بقى البصل تقطعوه جوليان، البصل عايزين تقطعوه قطع صغيره، مبشور مفروم، اللي انتوا عايزينه مفيش مشكله خالص. ناخد واحده واحده كده الخطوات عشان هي فيها كذا يعني ميكس كده مع بعض
لطيف قوي. اولا عندي الجلاش بس هغطيه عشان ما ينشفش معايا، مش عايزاه ينشف. غطيه بس كده، مش عايزاه ينشف عشان الجلاش دايما لما بتسيبوه عريان بينشف معاكم. استاذ حسين صباح الفل. ايوه اخبارك ايه؟ صباح الفل. الحمد لله والله. سلام وصل ولا لا؟ ايوه واحنا بنصبح على ملك الشرقية والله، وبنشكرها وربنا يكرمها كده ان شاء الله. الله يخليك، الله يخليك يا استاذ حسين، صباحك زي الفل. الله يخليك، الله يخليك، ونصبح على كل حبايبي وكل محبينك والله. صباحك جميل، صباحك زي الفل. الف سلامه. الله يخليك يا شيخ. استعديتوا المدارس ولا لسه؟ ان شاء الله. ايوه مستعدين للمدارس؟ ايوه يا شيخ ان شاء الله. ماشي يلا ربنا معاكم. ونفذ حلقاتك الحلوه معانا طبعا ان شاء الله. ان شاء الله. تسلم، ربنا يخليك. الله يخليك. شكرا، شكرا لحضرتك يا شيخ. صباحك زي الفل. تسلم، شكرا جدا. حط هجيب كده كام واحده كده ايه مكنزين بيهم على جنب. ونبدا عندي لوز محمص. اللوز ده هبدا، ممكن تقدروا لو حابين يعني تبدلوه بسوداني او حاجه زي ما انتم حابين. هبدا ان انا اضربه في الكبه، انعمه بعد ما حمرته. ده لوز قشرته وحمرته. طب بتقشروه ازاي؟ بتقشروه ان انتم بتحطوه في ميه مغليه وبتلاقوه القشر طلع معاكوا على طول، تمام؟ وبعد كده بتقوموا محمرينه اهو الشكل ده كده. وببدا ان انا اديله تحميصه اهو. خلاص كده بعد ما حمصناه ضربناه في الكبه. الفراخ عندي بتستوي. اخد كده كل الحاجات اللي اتضربت، كل اللوز، سيبش حاجه خالص. واحط على اللوز دول 2 معلقتين من السكر بودره. بصوا الميكس على بعض، مش هتحسوا خالص ان انتوا بتاكلوا حاجه مسكره مع الفراخ الكلام ده. بس هو عموما المطبخ المغربي يعني بيحبوا ان هم يدخلوا دايما السكر مع الحاجات الحادقه، فبتدي ميكس فظيع، بتدي ميكس حلو قوي. زي مثلا لحمه بالقراصيه والكلام ده طعمها خطير، بنتخيل ان هي حاجه حلوه لكن لا، في الاخر بتبقى حاجه حادقه بس بديها طعم كده مميز جدا وميكس حلو قوي. احط معلقه صغيره من القرفه اهو. هبدا كده ايه الخليط ده احطه على جنب عشان هحتاجه كمان شويه. خلاص. وعندي 6 بيضات برضو هقول لكم هنستخدمهم في ايه، والجلاش عندي هنا. هجيب بقى ميه مغليه، انا عايزه هنا اسوي الفراخ كويس جدا. ندي تقليبه كده وهبدا ان انا ايه احط بقى ميه اسوي عادي الفراخ، مفيش مشكله لحد ما الميه تتشرب كده والفراخ عندي تستوي. ملك صباح الفل. ملك ولا مها؟ مها صباح الفل. صباح العسل. عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله يا شيف اسماء. دايما يا رب، دايما يا حبيبتي. خليك حبيبتي. الله يخليك. ممكن اسال حضرتك عن طريقه التوست بتاع الرجيم؟ حاضر حاضر. عايزه التوست اللي هو الاسمر؟ عايزه اعرف طريقته. حاضر. عيني يا حبيبتي. حاضر يا حبيبتي. شكرا يا حبيبتي. هنغطي بقى كده. ونسيب الفراخ تستوي تماما، وهنوقف بقى عند الخطوه دي كده وهنكمل وصفه بعد ما الفراخ تستوي. يبقى احنا كده حطينا الفراخ تتحمر، وبعد كده حطينا عليها البصل، وبعدين حطينا عليها ملح وفلفل وشويه كركم وسنه جنزبيل، وقلبنا كل الكلام ده مع بعض مع البصل وبقدونس وكزبره خضراء. وكل الكلام ده هسيبه كده يتشوح مع بعض، وبعد كده احط الميه عشان الفراخ عندي تستوي. انا عايزه الفراخ تستوي تماما، مستويه تبقى 100%. خلاص. وعندي هنا جبت اللوز قشرناه وحمرناه في شويه زيت، وبعد كده طلعناه بمصفى وابتدينا ان احنا نضربه في الكبه. ضربناه في الكبه، حطينا عليه 2 معلقتين من السكر بودره وسنه قرفه كده، وقلبناه مع بعض وهحطه على جنب. انا كده جهزته وهحطه على جنب. عندي ايه تاني؟ ال6 بيضات برضو هحطهم على جنب عشان لسه هنكمل الوصفة لما الفراخ تستوي اهو. هحط الحاجات اللي انا محتاجاها كده على جنب
وعندي كمان الجلاش غطيته. كل الكلام ده هبدا ان انا ارجع اشتغل فيه لما الفراخ عندي تستوي خلاص. وسايبه شويه كام وحده لوزيه كده للتزيين عشان نشوف هنزين ازاي وهنشتغل ازاي. وهسيب بقى الفراخ تستوي كده وتظبط. وقبل ما نطلع فاصل تعالوا نجاوب على الكيك العادي. الكيك العادي الفانيليا، الكيك اليومي العادي، هتجيبي 3 او 4 بيضات هتضربيهم مع كوبايه من السكر، هتحطي عليهم فانيليا هتضربيهم كويس قوي لحد ما يبقوا كريمي كده او فومي شويه. بعد كده هتحطي عليهم كوبايه من الزيت، كوبايه من اللبن، وهتضربيهم برده كويس جدا. وهتكوني خلطه كوبايتين دقيق مع معلقه من البيكنج باودر ورشه ملح، وهنقلب كل ده مع بعض مع المكونات السائله. وبيكون صينيه مقاس 22 او 23 او 24 تكون يعني لونها فاتح يعني الومنيوم او حاجه بيبقى افضل. واكون مبطناها بسمنه ودقيق، وبعد كده احط عليها الخليط على 180. الرف الوسطاني بتاخد حوالي 45 ل 50 دقيقه، ما افتحش عليها الفرن ابدا قبل 45 دقيقه. معانا تليفون، معانا تليفون. ام عبد الرحمن، صباح الفل، ازيك يا حبيبتي؟ الو، السلام عليكم. عامله ايه؟ كله زي الفل. ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ كله جميل والله، كله حلو جدا. انا بشكر حضرتك على كل حاجه حلوه. الله يخليك، تسلميلي. واقول لحضرتك ان انت مش فاكره متميزين. تسلميلي والله، شكرا. بشكرك جدا جدا على كل حاجه انت بتعمليها. صباحك زي الفل، صباحك جميل وصباحك زي الفل حبيبه قلبي. شكرا، تسلميلي يا حبيبتي، مع السلامه. سلام. تعالوا بقى نطلع فاصل، احنا كده الفراخ خلاص بتستوي، هنسيبها تستوي براحتها خالص. تعالوا نطلع فاصل، هنعمل برضو وصفة سهلة جدا وهنجاوب على بقية الأسئلة. هنجاوب على أجنحة الفراخ، هنجاوب على التوست، هنجاوب على كل الحاجات دي إن شاء الله بعد الفاصل. استنوا.